وهذا سائل يقول: هل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح؟ وإن كانت فما هيئتها؟ هذه وردت، صلاة التسابيح وردت، لكن سندها لا يصح، سندها غير صحيح، ولا يجوز لنا أن نعبد الله بشيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة للصلوات في هيئتها، لأن فيها قراءة القرآن في الركوع والسجود وتعداد قراءات كثيرة ما توجد في الصلوات، فهي غريبة من ناحية سندها وغريبة من ناحية متنها. والصلوات المفروضة والصلوات المستحبة والمشروعة كثيرة ولله الحمد، تغني عن صلاة التسابيح. اللي عنده رغبة في الخير ورغبة في الصلاة يصلي الصلوات المشروعة التي لا إشكال فيها. نعم.